حالة حقوق الإنسان في مصر ستك بتصفها بإيه؟ بأي بتشوفها إزاي؟ حصل فيها تغير ولا ما حصلش فيها تغير بصراحة؟ لا شك إن في تحسن في حالة حقوق الإنسان، لا شك. نعم يعني نختلف على إيه؟ الدرجة بتاعته. نعم. إحنا وصلنا اللي إحنا عايزينه ولا لأ؟ نعم. ممكن نختلف. نعم. لكن في تحسن ولا لأ؟ لأ في تحسن. نعم. تعالى شوف في أي مجال، بس أنا عايز أقول هنا إيه؟ حالة حقوق الإنسان الناس بتختزلها في حاجة أو اتنين، سياسة بس. طب والمساواة وعدم التمييز والحق في السكن والتعليم والحياة الصحية والحياة الصحية وكل ده مش حقوق إنسان؟ ودي كلها حقوق إنسان. نعم. حقوق سياسية. نعم. مدنية اجتماعية ثقافية. نعم. نعم. دي حقوق إنسان. نعم. فين الاقتصادية؟ نعم. فين انتوا منها؟ نعم. بصفة عامة بقى كده، في تحسن؟ لا شك. طيب التحسن ايه الدليل؟ ده، التحسن ده أيوة. نقدر نقول ايه؟ متباين في قطاع اكتر من قطاع طبعا. نعم. ايه اللي بيتحكم فيك؟ ظروف. نعم. الظروف اللي الدولة فيها هي اللي بتتحكم في مدى التطور او التحسن التي تطرأ على قطاع من قطاعات حقوق الانسان. نعم. لما نيجي نتكلم المساواة، في تطور ولا مفيش تطور؟ نعم. شوف كده الرجل والمرأة. نعم. المسلم والمسيحي. نعم. رئيس المحكمة الدستورية. نعم. المستشار بوليس فهمي. نعم. لم تحدث في التاريخ حتى. هل الديانة المواطنة حق، هل الديانة وقفت ضد حقه وكفاءته؟ نعم. ابدا. نعم. رئيس المحكمة الدستورية اعلى محكمة في مصر. المساواة بالرجل والمرأة. نعم. شوف احنا لسه بنتكلم عن القضيات والبنات اللي هتقدم في النيابه ومجلس الدوله. نعم. ودي مش برضو العشوائيات وتطويرها. نعم. ده مش حق حياه ادميه. هل لما ننقل الناس دي ونحطها في اماكن طب يعني ليه اللغط دايما على مصر؟ مهم. ليه الملف ده بالذات دايما يتم استخدامه دايما الغرب والمنظمات وغيره؟ مصر وحقوق الانسان والدنيا بايظه عندكم وما بترعوش ربنا في حقوق الانسان ومبهدلين الناس السجون وبتاع وكده زي ما حضرتك بتشوف بصراحه. من بعد بص ايوه من بعد 30 يونيو ايوه ثوره 30 يونيو مصر غيرت الخريطة بالكامل. المسار اللي كانت المنطقة ماشية فيه أيوة. فجأة توقف بثورة 30 سنة. التوقف ده أيوة. لا شك ربك حساباتهم. لا شك لا شك لا شك. فبالتالي أيوة. هناك تركيز شديد على الدولة استهداف المصرية. استهداف طبعا. نعم. طبعا نعم. لكن احنا دايما قد التحدي و ربنا بيعين لان نيتنا صادقه وسياده الريس اخلاصه وايمانه بهذا البلد لا حدود له وان شاء الله الدنيا هتبقى الى الافضل صفه مستمره. لما سيادتك بتقعد مع سياده الريس ودايما اجتماعات كثيره مع حضرتك بيبقى مهتم سيادته بيه غير المحاكم؟